بعد الانتصار الكبير على داعش وتوفر ظروف من الاستقرار، كان لابد للقوى السياسية والدولة العراقية أن تدرك أن المعادلات السابقة قد تغيرت، فنحن أمام أزمة نظام لم تدركها القوى السياسية ولا قوى الدولة، لكن الشعب بحسه ووعيه أدركها، وهو ما يفسر الحراك الشعبي الواسع الذي نراه اليوم. فأمامنا معادلة حساسة، وإن المهمة الأساسية باتت اليوم تتلخص بتحقيق ثلاثة أمور أساسية: ضمان أعلى مستوى من الحريات، وأعلى مستوى من الأمن والاستقرار، وأعلى مستوى من الخدمات وفرص العمل والنمو الاقتصادي. ولا سبيل إلى ذلك سوى بالتأكيد على المبادئ الدستورية، بما في ذلك سن قانون لحماية الحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية الإعلام الهادف، وسن قانون الجريمة الإلكترونية، وكذلك دعم وإسناد قواتنا الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، والتشديد على أهمية تطبيق الأمر الديواني لهيكلة وتأطير قوى الحشد الشعبي بالمنظومة الأمنية للدولة، ومنع أي سلاح خارج سيطرة الدولة، ودعم الحكومة الشرعية وتشجيعها على تبني برامج حكومية ناجحة وبناء دولة عصرية بعيدا عن الفساد والبيروقراطية واحتكار الأحزاب والمحاصصة والمحسوبية، لتكون فعلا دولة المواطن، لا دولة يتحكم بها المسؤول بدون ضوابط ومحددات. فحفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وداعش، وهو ما يتطلب بحثا معمقا وجديا لإنهاء ومعالجة أي تواجد للقوات الأجنبية ولأي طرف أو دولة على الأرض العراقية أيا كانت وتحت أي مسمى، واتخاذ الإجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية ووفق القوانين الدولية، والمطالبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورها في هذا الشأن. هناك خطوات سنعمل عليها فورا، منها أولا سنجري الأسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب. ثانيا دعمت الحكومة تشكيل مجلس القضاء الأعلى المحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين، مما وفر أداة مهمة لم تكن بيدنا سابقا للإسراع بمحاكمة المفسدين علنا وأمام الرأي العام، ومهما كانت مواقعهم ورتبهم وإنزال العقاب اللازم بهم، مع التجديد من أجل تطبيق هذا القانون على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية، مما سيساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين. ثالثا تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون. رابعا تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب، إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار، ويقدم مجلس الوزراء مشروع القانون الذي بدأ بصياغته إلى مجلس النواب لإقراره. خامسا سيقدم مجلس الوزراء مرشحين لمجلس الخدمة العامة الاتحادي الأسبوع القادم إلى مجلس النواب، وأهمية المبادرة الفورية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ومنع احتكار الوظائف أو التلاعب بها. سادسا وقعت الرئاسات الأربعة على قائمة من خيرة الخبراء والكفاءات في شتى الحقول، استجابة لطلب المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف في خطابها المؤرخ في 4 تشرين الأول الجاري، وقد جرت مشاورات
ومباحثات واسعة حولها، وسيعلن عنها خلال أيام قليلة. سابعا، تم الاتفاق أن تراجع جميع مكاتب الرئاسات، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، لأوضاع مكاتبها وتقنينها وجعلها أكثر كفاءة وأقل كلفة، واختيار طواقم جديدة للنهوض بالمسؤوليات والأعباء الجسيمة المنوطة بها. أما خلال الأسابيع القادمة فسنسعى إلى تنفيذ، أولا سيعيد مجلس الوزراء إرسال مقترحه بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأن يشمل ذلك الانتخابات النيابية بما يضمن العدالة لجميع المواطنين بالترشيح وفرص متساوية للفوز، وذلك بالتأكيد على مبدأ نسبة محددة تخصص لأعلى الأصوات، وكذلك تخفيض السن القانوني للمرشحين لزيادة نسب الشباب في قيادات الدولة الرئيسية، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالمفوضية العليا للانتخابات وفق سقف زمني محدد، والسعي لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة من المستقلين والقانونيين وأصحاب الخبرة في هذا المجال. ثانيا، أيدت الحكومة القرار الصادر من مجلس النواب الموقر بتجميد عمل مجالس المحافظات، وهو ما يتطلب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكييف الأمر مع المواد الدستورية ذات الصلة وإمكانية تعديلها. ثالثا، دعم دور الشباب في قيادة المجتمع ووضع آلية محددة تعطي الشباب نسبة من الترشيح والتوظيف والاستثمار وتشكيل الأحزاب وغيرها، وتمكينهم خصوصا في إقامة المشاريع الصغيرة وفي إيجاد فرص العمل في القطاعين الخاص والعام للفئات المحدودة الدخل منهم، وكذلك للخريجين، وإبداء رعاية خاصة للكفاءات والإبداعات الشبابية وفي كافة الحقول. رابعا، تطبيق فوري لقانون الأحزاب روحا ونصا، بمنع أن تكون للمجاميع المسلحة أحزابا تمثلها. فأما أن تلقي المجاميع التي تشكلت خلال المرحلة الماضية لأسباب مختلفة سلاحها لتتحول بالكامل إلى حزب سياسي وفق لقانون الأحزاب، أو أن يتقرر بشأنها حل نفسها، أو أن تكون جزءا من القوات الأمنية مع انقطاع كامل عن أصولها القديمة، ويمنع المرتبطين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية المختلفة من تشكيل أحزاب وتحديد مصادر التمويل وحدود الصرف والحملات الانتخابية تحت إشراف قضائي. خامسا، أعدت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مشروعا مشتركا لتشكيل مجلس الإعمار الذي هو الآن في مجلس الدولة، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن. سادسا، التشاور مع السلطات المختلفة لإصلاحات في هياكل السلطة القضائية والإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية. سابعا، التشديد على أهمية القطاع النفطي وتشريع قانون النفط والغاز لكي تخضع كل الصادرات العراقية بما في ذلك في إقليم كردستان للسياسة الموحدة للدولة العراقية في هذا المجال، وإزالة كافة الإشكالات السابقة وتنظيم التسويات المطلوبة لتنفيذ هذا الأمر بما يحقق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل أقاليمه ومحافظاته، وكذلك التشديد على أهمية الاستثمار لاستخراج الغاز العراقي سواء كان المصاحب أو الحر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. ثامنا، تفعيل النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية ودعم المنتج العراقي والسيطرة على فوضى دخول البضائع والعمالة الأجنبية خارج حاجيات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الوزارات وإلزامها بأولوية شراء المنتج الوطني بكافة أنواعه وفق شروط لا تقود إلى تدني النوعية أو ولادة حالات احتكار في الأسواق أو ارتفاع أسعار السلع على حساب المواطنين والنشاطات الأخرى. تاسعا، إعادة دراسة قانون الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلغاء أو تعديل القوانين السابقة بما في ذلك قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات بريمر في المرحلة الانتقالية بما ينسجم مع الدستور ومع أهمية تشجيع النشاطات والاستثمارات التي تساعد في الخروج من الاعتماد على النفط
والتي تساهم في زيادة الناتج الوطني الإجمالي وتوفير فرص العمل المطلوبة للعراقيين. عاشرا، دراسة التعديلات الدستورية المطلوبة عبر لجان مختصة في السلطات الثلاث وعبر لجان مختصة تضم مختصين في القانون والعلوم السياسية لها تجارب وأبحاث في القانون الدستوري لتجاوز العقبات والثغرات التي كشفتها التجربة الماضية، لطرحها على الرأي العام والمرجعيات واستفتاء الشعب العراقي عليها بالتزامن مع الانتخابات القادمة. ويمكن أن تتضمن التعديلات تقليص عدد أعضاء المجلس وحسم موضوعات القائمة الأكبر وصلاحيات الحكومات المحلية والاتحادية وبقاء أو إلغاء مجالس المحافظات إلى آخره. 11، عقد مؤتمر إقليمي يضم دول الجوار العراقي هدفه النأي بالعراق عن الصراعات الدولية والإقليمية بما يسمح له بالتهدئة ومنع خطر الحرب عن العراق والمنطقة والاستمرار في محاربة الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع، ويمكن الاستعانة بالأمم المتحدة في هذا المجال. يا أبناء شعبنا الكريم، بعد أن عبرنا عن الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القصيرة القادمة من أمور أساسية تهم حياة المواطنين وتهم البلاد عموما، لابد من التعليق على بعض الأمور. هناك اليوم دعوات لتظاهر يوم غد، ووزارة الداخلية أصدرت دعوة لكل من يريد التظاهر أن يتقدم بطلب يتضمن ما اشترطه القانون من شروط الإجازة لهذه التظاهرات، وهذا في الحقيقة لحماية المتظاهرين للتعبير عن رأيهم الحر من جهة، وكذلك حماية المجتمع ومصالحه العامة والخاصة التي يجب أن لا تتعطل. بالطبع هناك ممارسات لدينا في العراق وفي دول كثيرة قد لا تتطلب الإجازة عندما تكون هذه التظاهرات قد اعتبرت من الأعراف والتقاليد، كما كان يحصل عندنا في كل يوم جمعة في ساحة التحرير، وبالتالي نحن نعرف من يقوم بهذه التظاهرات، نعرف حدودها، نعرف شعاراتها، نعرف متى تبدأ متى تنتهي، وبالتالي تعاملنا دائما مع هذه التظاهرات بحمايتها وتوفير كافة الظروف المناسبة لها، أو كما نعمل أيضا في المناسبات الدينية عندما تجري أمثال هذه الفعاليات، فهذا أمر يجب أن يفهم أيضا. فالرغبة دائما هو في حرية التعبير والرأي وفي حرية ممارسة الشعب لحقوقه، لكن أيضا في حماية المجتمع ومصالحه. في المظاهرات السابقة سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى. الحكومة قامت فورا بتشكيل لجان تحقيقية، ثم جاء خطاب المرجعية الدينية العليا في 11 تشرين الجاري، فقمنا بتشكيل اللجنة التحقيقية العليا والتي كانت برئاسة وزير التخطيط ومشاركة وزراء الداخلية والدفاع والصحة والعدل، إضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والطب العدلي، وممثل عن مجلس القضاء وجميع الدوائر الأمنية والاستخباراتية التي لها علاقة مباشرة بهذه الأحداث. عملت اللجنة ليل نهار بكل شفافية وبدون أي نزعة كيدية أو لإخفاء الحقائق، وأصدرت نتائجها. أيدها كثيرون وصدرت اعتراضات مختلفة، هذا أمر جيد نقبله، التأييد له مبرراته والاعتراضات لها مبرراتها. لكن هنا يجب التوضيح أن هذه اللجنة هي لجنة تحقيق إدارية وليست لجنة قضائية، هي لا تحكم لا تقرر الأمور، وإنما تطلق آلية بدء التحقيقات من جمع المعلومات وتشخيص ما حصل بكل شفافية لكي تتجمع لديها أدلة عن ما حدث من حيث الأشخاص، من حيث ما قاموا به من أعمال، ثم تقوم بتسليم كل هذا إلى القضاء ليستكمل التحقيقات وليقدر المسؤوليات حسب الأسس القانونية
التي يعمل وفقها القضاء. فعندما يعترض البعض أن في هذه اللجنة لا يوجد قضاة، هذا أمر غير مسموح به. اللجان التحقيقية الإدارية لا وجود للقضاة فيها، والقضاة موجودين في اللجان القضائية التي استلمت الملف الآن. كذلك قد ينتقد البعض أن هناك معلومات أو اتهامات أو تحديد جهات خلف التظاهرات أو خلف من تصدى لها، هذا كله يتم تداوله في الأوساط. هذا ليس شأن اللجنة. شأن اللجنة هو تأكيد ما تتوصل إليه من معلومات وأسماء بشهادات ومبرزات محددة، وليس حسب التقولات والإشاعات والترويجات. ما تم الشهادة به أو ما تم اكتشافه من مبرزات، هذا الأمر أكدته اللجنة بكل حيادية وامتنعت عن توصيف أو اتهام أي طرف سواء من جانب المتظاهرين أو من جانب القوات أو من أي طرف ثالث بأي شكل. هذا متروك إلى القضاء لكي يقرر ما يجب أن يقرره بشأنه. بعض الإخوة، بعض المواطنين، بعض الجهات استنكرت إجراءات الإعفاء والإحالة إلى المحاكم، وتذكر أن هذا قد يضعف المؤسسة العسكرية. هذا أيضا يعبر عن سوء فهم. فالحقيقة أن ما اتخذته اللجنة من طلب إعفاء بعض المسؤولين أو إحالتهم إلى القضاء أو من التحقيق مع المعتقلين من المتظاهرين الذين عليهم شبهة القيام بعمل جنائي وليس لإبداء الرأي أو غير ذلك، هذا ليس عقوبة لهؤلاء أو إنقاص من مكانتهم وتاريخهم وكفاءتهم وتضحياتهم، بل هو وسيلة لهم لتبرئة أنفسهم من جهة، وكذلك حماية للمنصب والدولة والمجتمع ليتسنى معالجة الأسباب التي أدت لهذه الخسائر، وهو أمر تقوم به أي لجنة تحقيقية في قضايا كبرى أو صغرى من سحب اليد والإحالة إلى القضاء ليصدر أحكامه النهائية براءة أو إدانة. إذا فهم البعض الإعفاء أو الإحالة إخراج من الخدمة، هذا منافي الحقيقة، لا يمثل سوى سوء فهم لدى من استنكر هذا الإجراء. مهمة التحقيق الإداري كما نؤكد أن يفتح السياقات القانونية لا أن يصل للحقائق والأحكام النهائية التي هي مهمة القضاء. على كل حال، في مثل هذا الموضوع البعض يستطيع أن يحاسبنا، لأن نحن اتبعنا أسلوب الشفافية واتبعنا الإجراءات القانونية، فهناك شيء يقدم ملموس محسوس مكتوب يستطيعون محاسبتنا عليه. أما نحن في الفترات السابقة، فالحقيقة لم يكن هناك ما نستطيع أن نحاسب عليه سوى الإشاعات والأقاويل وما يتردد. هل جرت مثلا لجان تحقيقية جدية في سقوط الموصل، مثلا في حادثة سبايكر، في حوادث الحويجة والبصرة، ضرب المتظاهرين عام 16، سقوط الرمادي عام 15، غيرها من أمور لم نسمع لها لا حسيس ولا نجوى. فبالتالي بقيت أمور هلامية لم يحقق بها، واخترقت الدولة ومؤسساتها والإجراءات الأصولية والقانونية، ولم تبني حالة سياقية وقانونية يمكن الاعتماد عليها. لذلك مضت كل تلك الأحداث بدون محاسبة وبدون تصويب وبدون تعديل. ليس غريبا في بلد كالعراق حكمته الدكتاتورية والفوضى لفترات طويلة أن الدولة عندما تقوم بإجراء يسير بالاتجاه الصحيح، فإن بعض العقول القديمة تحاكمه على ضوء ثقافتها الخاطئة القديمة. هؤلاء لا يرون أن هذه اللجنة كانت أول لجنة منذ عقود تقوم بعمل أصولي ووفق القانون، بل تفتش عن الأخطاء أو الهفوات التي لا يخلو منها قرار. هذه الجهات بقيت تفتش عن أخطاء وهفوات كل قرار لابد أن يتضمن مثلها، ولا ترى أصل العمل ولا ترى الإنجاز. فما كان يجري في النظام السابق لا نتكلم عنه، لأن النظام السابق كان نظام شمولي دكتاتوري يقتل من يشاء على الشبه والظنة، أحيانا قتل أناس على أحلامهم. أما بعد 2003 حدثت أحداث كبرى
كما في القتل الذي مارسته القوات الأجنبية بحق مواطنين أبرياء لأنهم اقتربوا من مواكبهم أو من مواقعهم أو في تجمعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات السمتية. إخواني أخواتي، الحكومة الحالية هي أول حكومة تعد منهاجا وزاريا علميا وتقدم برنامجا حكوميا أصوليا قائم على مقومات علمية يسمح للمرة الأولى للحكومة العراقية بمراقبة مؤسساتها، ويسمح لمجلس النواب والرأي العام بممارسة رقابته وملاحظاته وتوجيهاته وتصويباته. بالفعل استقبلت الكثير من القوى التقرير إيجابا رغم ملاحظاتها عليه، غيرهم تغافلوا عن الأصل والإنجاز وتشبثوا كما في الأمور الأخرى، يهيجون الآراء والنفوس لنواقص وإخفاقات تحيط بأي عمل مهما كان. والدعوة لإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة ولتعديلات دستورية نقولها بصراحة حق شرعي لا لبس فيه، وهو ما يجب أن نفتخر به ونطوره من أجل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة وبناء دولة مؤسساتية دستورية، والدستور والقوانين تضمن ذلك ويمكن القيام به وفق الدستور والقوانين النافذة. ستكون الحكومة وأنا شخصيا مسرورا إذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات. أما الضغط والتصوير للناس إن هذا أمرا ممكنا خارج هذه السياقات فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مرارا. فالبعض من أصحاب العقليات الشمولية يعتقد إن استقالاتي السابقة هي موقف ضعف، بينما من يعود لتلك الاستقالات ويقرأها سيجد إنها كانت احتجاجا على الأوضاع وتحذيرا مبكرا عن خطورة تراكمها بما سيقود إلى الأحداث التي نشهدها اليوم. يؤسفني أن أرى إن كثيرين ممن كانوا يرفضون دعواتنا للإصلاح بحجة وجود مؤامرات يقفون اليوم على رأس المطالبين باستقالة الحكومة دون أن يحملوا أنفسهم مسؤولية دفع الأمور إلى هذه المستويات من نقص الخدمات والبطالة والفساد واحتكار السلطة وغيرها من أمور هي من الشعارات الرئيسية للتظاهرات الحالية. إن استقالة الحكومة اليوم بدون توفير البديل الدستوري معناه ترك البلاد للفوضى، معناه في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة لحكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تقدم فيه الموازنة ولا التوقيع على مشاريع أو اتفاقات جديدة وغيرها من أمور، وهذا يسير تماما بالضد من الدعوات للإصلاح وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لانتشال العراق من الاعتماد على النفط. فمتى ستجري هذه الانتخابات؟ وهل ستحسم الانتخابات القادمة ما لم تحسمه الانتخابات السابقة وغيرها من تعقيدات لا يمكن للشعارات والمطالبات للبعض أن تحققها أو أن تختفي خلفها؟ بعض من تحمل المسؤولية السابقة ومع كل تقديرنا لهم وللإنجازات التي قاموا بها يخرجون اليوم للعلن ليعلنوا أنهم سلموا البلاد آمنة، لكنه لا يقول أننا طورنا الأمن أكثر ونلاحق داعش الذي لم يقضى عليه تماما. وإن كان ما حدث في الموصل من تحرير أضعفه كثيرا في كل مكان، فتحنا البوابات، أصبح العراقيون يرتادون الأسواق ويبقون ليلا بكل أمان إلى ساعات متأخرة من الليل في عموم محافظات العراق. أما التظاهرات فلم تدخر أي من الحكومات السابقة بما فيها الأخيرة، وكلنا يشهد ما عملته التظاهرات ساحات التحرير والبصرة من أحداث. وكان يقولون لنا اخرجونا من الصيف، تجاوزوا أزمة البصرة وأزمة الكهرباء وسنكون بخير،
وهذا ما تم بالفعل، لكن المظاهرات تفجرت في بغداد بشكل أوسع، مما يشير ما ذكرناه سابقا أن الأزمة في البلاد أزمة منظومة وأزمة نظام وأزمة معادلات قد تغيرت، وأزمة أن معادلات 2003 لا يمكن أن تبقى، وقد نبهنا على ذلك لسنوات طويلة وبمقالات ومحاضرات يعلم بها القاصي والداني. فاليوم نحن أشرنا إلى هذا الأمر سابقا ونعمل عليه في ظل هذه الحكومة. الفريق الذي كان يصر على إبقاء احتكار السلطة والمحاصصة وإبقاء رؤوس الفساد، والذين كانوا يصرحون قبل يوم من سقوط الموصل أن الأوضاع بخير، هم من يزايدون علينا اليوم. أما تسليم البلاد بموازنة فهو مخادع للجمهور، لا يقول لها إننا ندفع في موازنة 2019 حوالي 11 تريليون دينار ديون وأقساط ديون، ولا يقول لها إن الحكومة السابقة أوقفت مئات المشاريع بعدم السداد لها، والتي سرحت مئات آلاف العاملين، والتي نضطر اليوم لإعادة هذه المشاريع لدفع حوالي 20% إضافية نتيجة الاندثار والعطل، ولا تبين إنها لم تستحدث ملاكات جديدة ولا فرص عمل حقيقية خارج القطاع العام، خلافا لما عملته هذه الحكومة وانتعاش القطاع الزراعي وزراعة حوالي 12 مليون دونم، وهو أهم برهان أن الحكومة تسير نحو الاعتماد على القطاعات الحقيقية وليس البقاء في إطار الوظيفة والموارد النفطية وارتفاع المديونية. فالجيوش المليونية من العاطلين لم يتراكموا خلال أشهر من عمر الحكومة، ولا أن نقص الخدمات وضعف الكهرباء والمجاري والصحة ونقص المدارس والفساد، ولا معدلات الفقر التي حسب تقارير وزارة التخطيط تقول إنها وصلت إلى 20% من السكان، إنها من فعل هذه الحكومة، إنها تراكمات. لهذا نقول نحن أمام أزمة نظام ومنظومة، يجب أن نعمل جميعا على تصويبها وتصحيحها، وإن صرخة الشعب العراقي صرخة محقة يجب الاستماع إليها، ويجب العمل وفق برامج سليمة لا ترقيعية لا وعود كاذبة، وإنما برامج تستطيع فعلا أن تتقدم بالعراق وفق أسس صحيحة وأصولية. ليكون اليوم 25 يوم غد يوم الشهداء والضحايا، وليكون يوم وحدة لجميع العراقيين من مدنيين وعسكريين، وليخرج من يريد الخروج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية. سيجدون أمامهم إخوانهم من القوات الأمنية يقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من أي مندس أو مشاغب. أما ما ستقوله المظاهرات فهو حقها لتطالب بكل ما يجول بخاطرها بدون أي خطاب للكراهية والطائفية والدعوة للعنف، عدا ذلك كل شيء مقبول ما دامت لا تعطل الحياة العامة ولا تتجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة. إن البعض يستغل هذه الأحداث ليس لأغراض سياسية فقط، هنا تنبيه إخواني، هؤلاء ليسوا لأغراض سياسية بل لأسباب أخرى أيضا. لاحظنا ارتفاع الأسعار، بالطبع لهذا الأمر أسباب حقيقية بسبب حركة النقل والخزن، وهذا أمر طبيعي في كل الظروف يحصل مثل هذا الارتفاع، لكن ما هو غير طبيعي أن يستغل البعض الظروف لرفع الأسعار والاحتكار، وهذا سحت وسرقة بسيطة على حساب أرزاق الناس، ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية. أصدرنا عبر وزارة الداخلية أوامر صارمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات إلا من اقترف جريمة جنائية، وأن لا يحاسب إنسان على رأيه ومواقفه، كما أصدرنا أوامر صارمة بعدم مهاجمة أو تهديد أي فضائية أو موقع إعلامي. وإذا قامت مثل بهذه الأعمال بعض المواقع ببث دعوات تدعو للطائفية والعنف والكراهية والإرهاب، فإن علاج ذلك يتم بالطرق القانونية، وإنه لا يحق لأي جماعة من خارج الدولة اعتقال أو تهديد الآخرين. موقفنا إخواني أخواتي صارم وواضح في هذا الموضوع،
وإن من يزايدون علينا يعرفون طبيعة الأوضاع في العراق، فلقد ورثنا فوضى في اللامؤسساتية والكثير من التصرفات من خارج الدولة، وهو ما سعينا ونسعى للتخلص منه. يا أبناء وطننا العزيز، أصدرنا تعليمات مشددة ألا يتم أي اعتقال لأي طرف لأي شخص كان بدون مذكرات قضائية، وأن تبلغ وزارة الداخلية فورا بالاعتقال لتتحمل الدولة مسؤوليتها عن المعتقلين. كما حذرت وزارة الداخلية أي جهة ولأي سبب كان تقوم باحتجاز أي شخص واعتبرت ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، هذا واجب الحكومة في منع الاعتقالات العشوائية. ونؤمن بأن رقابة الشعب ومطالباته هي خير مساعد للحكومة، وإن للشعب الدور الحاسم في تطبيق القانون ومنع أي تجاوز عليه، بما في ذلك حجز المواطنين أو تعذيبهم أو انتهاك حقوقهم المشروعة. نحن نشد بقوة على قواتنا المسلحة والقوى الأمنية أن تقوم بواجباتها، ونعلم إنها حصننا ودرعنا في هذا الظرف العصيب، وإنها ستبقى تحمي الشعب وتحمي الوطن، وسندعمها بكل ما أوتينا من قوة. ونحن نقدر تضحياتها ونقدر الإحراجات التي تتسبب لها بسبب هذه الأحداث. هذه القوات صممت لكي تقاتل الأعداء، لكنها اليوم بسبب تخلف الدولة عن بناء قوات كما عملنا اليوم. نحن اليوم أقمنا قوات حفظ القانون المتخصصة في التعامل مع قوى الحراك الاجتماعي والحراك الشعبي بمهنية، وتكون مزودة بكل المستلزمات اللازمة. إذن زج القوات المسلحة لمواجهة المظاهرات هو خطأ، وخطأ كبير يجب بسرعة أن نبتعد عنه، لأن هذه القوات مهمتها مقاتلة العدو، ومهمتها ساحات الوغى وحماية الحدود. اللهم احفظ شعبنا ووطننا، ومن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وتغمد شهداءنا بواسع رحمتك. عاش العراق وعاش شعبه المضحي الأصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.